الكلمة للنائب الموقر محمد الحسن اللمود. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، مرحب ترحيب خاص بالسيد الوزير. نقدر نلفت انتباه السلطة عموما، الدولة اليوم فيها اعتقالات كبيرة جدا في أنغولا، في الجالية الموريتانية في أنغولا بالعشرات، أكثر من 200 معتقل حتى الساعة. نطالب من الدولة تعطي اهتمام خاص بهذه الجالية المهمة. الناحية الثانية، نختار نلفت انتباه السيد الوزير على بعض النقاط اللي كنت نختار قاعد نقوله له في المكتب. جيته في المكتب أكثر من مرة، للأسف يبدو أن السكرتارية أكيد ما خبرته بذاك. نختار نقول له أن الأمن اللي من تخصصه هو، يعطيه مثال على مقاطعة قرع على سبيل المثال، وارع عن المقاطعات الأخرى كاملة يعود كيفتها، أن كل ليلة تشهد عملية ترصص كبيرة جدا. كل ليلة تشهد عملية ترصص كبيرة، وعليه أن المقاطعة شاكية من قلة الأمن، وإذا يرجع لأن عدد أفراد الشرطة اللي فهم ضئيل، أصلا مسجلة 30 فرد والآن يداوم منها إلا 25. يعني المقاطعة كبيرة جدا وترامية الأطراف، وفيها ياسر من المناطق اللي ما فيها إنارة عمومية، وفيها ياسر من الأزقة اللي ما فيها الإنارة. وعليه أن يلا وزارة الداخلية تشوف موضوع الأمن، وعندي مقترح في الموضوع، أن فم الحرس وفم الدرك، لماذا ما تعطوا جزء كما كنتم مقسمين الأمن هون في نواكشوط بين الحرس والدرك والشرطة للمقاطعة، وكيف المقاطعات الأخرى اللي شهدوا عدم أمن كبير جدا وعملية تجسس كبيرة، لماذا ما تعطوا جزء من الأمن للدرك وجزء من الأمن للحرس، ولا يتموا هذه المؤسسات فهم هما مؤسسات وطنية وللأمن يا غير معطل، نارا لأن الشرطة محتكرة عنهم جميع. الشرطة ما هي قد لا تكون مقصرة، يا غير أكبر من طاقتها، عندها سيارة واحدة وعندها عدد أفراد ضئيل، زيدوا طاقمها، عدلوا لكم مسارية ثانية في المقاطعات كما أنكم عدلينهم في نواكشوط، كل مقاطعة فيها مسارية، لماذا ما يعودوا المقاطعة الداخلية فيهم كمساريات هنتين؟ معناها الأمن مردة كبيرة جدا، وهذا احنا شاكين منه ومضرين منه. النقطة الثانية، عندنا موضوع الإحصاء في قرو، كغير من المقاطعات أيضا عنده مشكلة مع القاضي. القاضي ما بيدير كاشة على الصورة اللي تجي لفوق، نهار القانون ما يلزم بها القانون، وعليه عادة الناس كاملة تمشي شور كيفة لياك تحصي. الناس ما كلها قد يقيل في كيفة، لا هي يسقيها 5000 ولا هي بات فم مرة يقتضي أن ريزورت ضعيف ولا هي بات. هذا السيد الوزير اخترنا ننبهكم عليه لياك تقبوه بعين الاعتبار. كنا اخترنا نقول لكم من قريب كي قلت، يا بعد هاي فرصة ننبهكم عليها. ما يتعلق بموضوع القانون اللي هو بين اليدين، نختار نقول ان الحكومه لا ان شاء الله ما تعود عقدها 200 في مخالفه القانون وفي عدم الدستوريه. مع احترامي لكم، انتم مجلس الشيوخ تاخر ياسر من الزمان، ما عدلتوا المبررات اللي فيه اللي قالت عنه ماني متكلم عليها، يعني قدمتوا على التجديد التزموا بقانون بعض مره واحده. ثم في الانتخابات الماضيه البرلمانيه كانت انتخابات ما هي توافقيه، الناس ما هي متوافقه عليها كامله، وشارك فيها البعض والبعض بعض قاطع. الانتخابات الرئاسيه ايضا كانت ما هي انتخابات توافقيه. خلونا على الاقل تعود عندنا مؤسسه واحده الناس متوافقه عليها كامله. اذا بعد بعيدا عن فتوى الاخصائيين، هذا فقيه دستوري اللي قال هذا ما هو دستوري، وما فهم ان الدستور ينص على انتخاب فئه واحده. انتم لا مثل العقد مفتاح دار ما شاء الله ذاك اللي وعليه. شفت ايضا هم في تقرير اللجنه الموقره عباره ان القانون الدستوري اللي ذيك الساعه كان وافق عليه معظم الطبقه السياسيه، يعني نختار معظم هي تعود بعض الطبقه السياسيه، صحيح ان فهم طبقه سياسيه ذيك الساعه ما شاركت في الحوار. شكرا سيد الرئيس. عموما بعض الطبقه السياسيه، شكرا، احتراماتي، شكرا لكم، السلام عليكم. شكرا سيد النائب.